بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في مقراءة قرآنية جديدة من مقراءتنا اليومية ضمن برنامج مع التلاوة من على شاشة قناة الناس في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد. أهلا أخي الكريم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم في رحلتنا المباركة مع سورة الكهف، واليوم نتعلم التلاوة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 34 إلى الآية 37. بداية نستمع خاشعين منصتين للآيات المباركات بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أعزائي المشاهدين استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات، ونبدأ معكم الآن في شرح التلاوة الصحيحة ونتعرف على بعض الأحكام من فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم مجددا. تفضل يا شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نسير مع آيات اليوم بمواصلة ما أمر الله بضرب المثل فيه تبعا لقوله أتل ما أوحي إليك، والآيات واضحة بينة، فهيا إلى بعض الأحكام الأخرى. يقول ربنا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إيه ده؟ النهارده خدتها كلها مرة واحدة كده، نفسي مش كده. طيب نرجع نقسم، تعالى معايا. ممكن تقسمها كده، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يبقى أنت ممكن تقسم الآية الأولى هذا التقسيم، وبعد ما تقسمها أخلي بالي من إيه فيها. تعالى كده، عايزين نركز على حرف واحد النهاردة وهو حرف الهاء الواقع في آخر كل كلمة معايا النهاردة. يلا كده نطلع ده ونركز مع النهاردة شوية مع الآية الأولى. وكان له ثمر، يبقى فين الهاء؟ أيوة في كلمة له. جميل. وأخلي بالي كده وأنا بقرأ إن الهاء بعديها حرف صغير واو، أبينه في النطق له ثمر. وإيه تاني في الجملة دي؟ تشكيل كلمة ثمر، الثاء مفتوحة، الميم مفتوحة، الراء مضمومة ولكن ستسكن عشان إحنا وقفنا هنا. يبقى الرواية بتاعتي بتقول لي ثمر كده، الثاء مفتوحة، الميم مفتوحة، الراء مضمومة لكن أنا هقف فهسكنها. تمام؟ جميل. الجملة الثانية فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. يلا كده طلع الهاءات اللي معايا. فين أول هاء؟ في قوله لصاحبه. وخلي بالك اوعى تقول لي هاء هو، أنا قلت لك الهاء اللي احنا عايزينها أن تكون واقعة في آخر الكلمة. يبقى كلمة لصاحبه، كلمة يحاوره. خلاص؟ شفت الحرف الصغير اللي بعد الهاء في لصاحبه، عشان الهاء مكسورة ها جه حرف الياء. عشان الهاء مضمومة في يحاوره جاء الحرف الصغير الواو. فاوعى يبتر منك هذا الحرف. طيب اخلي ايه بالي تاني في الجملة ديت؟ اللام واللام. فقال لصاحبه، ابين اللام من اللام واحرص على تفخيم القاف في فقال له. جميل. وصاء الصاد مفخمة في اعلى مراتبها. واخلي بالي من وهو يحاوره، الواو والهاء مضمومة. يحاوره والراء كذلك معايا مضمومة، اخلي بالي من تفخيمها. والهاء في يحاوره ما احنا نبهنا عليها اول شيء. وايه تاني؟ وكلمة انا، النون الواقعة بين الفين، الف في الاول والف في الاخر. الالف التي بعد النون اذا وقفت هي للكل ثابتة اجماعا. تاني، كل مين؟ اي كل القراء. أما إذا وصلت فالرواية التي نقرأ بها ونتعلم التلاوة بأصولها أن يحذف ألف أنا الذي بعد النون وصلا. كيف أنطق؟ أنا أكثر، هكذا. وهو يحاوره، أنا أكثر. يبقى من النون إلى همزة أكثر مباشرة. فخلي بالك، أكثر منك مالا، وأدي الغن عندك. فين الإخفاء؟ اوعى يضيع منك. وتبدأ مالا وأعز نفرا، والزاي المشددة اوعى تنقلب منك إلى حرف آخر. وخلي بالك من توالي الفتحات في كلمة نافرا، لأن عند البعض أحيانا بيكون كثرة الحركات المتوالية التي تكون مثل بعض بيحصل عنده كده التباس، فممكن يكسر في النص، يضم في النص. ليه؟ ما تعودش على الحروف المتوالية التي تكون بحركة واحدة. فتنبه. دي كده الآية الأولى. الآية الثانية، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال. هنقف هنا؟ لا، ممكن لنفسه تقف أحسن، وتبدأ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. تاني كده، وخلي بالك معايا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. طبعا ودخل الحروف معايا مرققة على الخاء، وتخلي بالك من فتحة اللام. ودخل جنته، الجيم النون المشددة، والحرف اللي قلت لك خلي بالك منه ايه هو؟ حرف الهاء يا عم الشيخ، الواقع فين؟ في آخر كل كلمة. ليه؟ حتى انتبه للحرف الواقع بعده. جنته هو، يبقى خلي بالك وانت بتقرأ هتيجي واو مادية بعدها واو متحركة، فاوعى تخطف الحرف. جنته وهو ظالم، والواو المفتوحة بعدها هاء مضمومة بعدها واو مفتوحة. ظالم، الظاء في أعلى مراتب التفخيم. ظالم لنفسه، من نون التنوين إلى اللام المشددة. ظالم لنفسه. لو هتوصل لنفسه قال، لو هتوصل. ليه بتقول لي كده؟ لأن ده الحرف اللي قلت لك خلي بالك منه النهارده معايا، لنفسه. طيب قال ما أظن، أدي المد المنفصل، وخلي بالك من الهمز تحقق والظاء المفخمة المضمومة. قال ما أظن، وأدي النون المشددة. أن تبيد، أدي الإخفاء. أن تبيدها، أدي هاء معايا. لا لا لا، مش معانا زي ما أنت قلت، دي واقعة في أول الكلمة. طيب هذه أبدا، أيوة دي آخرها هاء، خلي بالك معايا منها. هذه أبدا. لو سمحت يا عم الشيخ. طب نكمل. لا لا معلش، أنا آسف. في إيه؟ أنا عايز أفهم بقى إيه الفرق بين له وصاحبه ويحاوره وجنته ونفسه وهذه. هي كل الهاءات دي بس أنت بتتكلم عليها هي ولا أي هه وخلاص بهذا الشكل؟ لا، مش أي هه وخلاص بهذا الشكل. القرآن بلسان عربي مبين. باختصار شديد جدا ما ذكرناه في له، في لصاحبه، في يحاوره، في لنفسه، لتسمى هاء ضمير أو هاء كناية، اللي هي إيه؟ زائدة عن بنية الكلمة. له جر ومجرور، لصاحبه جر ومجرور، والهاء ضمير في محل جر بالإضافة، يعني كل الهاءات دي زائدة. يحاوره، الهاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، يعني هذه الهاء اللي بكلمك عليها هاء زائدة. أحسنت في التفريق بين هاء لصاحبه، في هاء له، في هاء يحاوره، في هاء لنفسه. أما هاء هذه الأولى حرف تنبيه، أما ذه فهذا اسم إشارة، والهاء من أصل هذا الاسم، فهاء هذه تلحق بهاء الضمير أو بهاء الكناية في نفس الحكم اتفاقا لكل القراء إذا وقع بعدها محرك. خلي بالك، هاء هذه لاسم إشارة تلحق بهاء الضمير إذا وقع بعدها محرك. بص كده في اللي فات، له ثمر، لصاحبه و، هو يحاوره أ، لنفسه قا، إذن وقعت بين محركين. هذه أبدا وقعت بين محركين. وأحسنت بسؤالك، فخلي بالك بين هاء الكناية وما يلحق بها. طب وأبدا دي رأس آية في هذه الرواية، إزاي يا عم الشيخ؟ يعني ينفع أبدأ وما أظن الساعة قائمة؟ خد عندك يا سيدي، كلمة أبدا رأس آية في هذه الرواية، والذي لا يعدها رأس آية هو المدني الثاني والشامي. وجه من عد هذه، وهم 7 علماء للعدد، يعني 2 عدوا 5 لا، يعني الجمهور على عدها آية. لما سئلوا لماذا عددتم كلمة أبدا هذه رأس آية، قالوا لأن ما قبلها معدود اتفاقا. فسألناهم فين؟ قال لي أنت قرأت من أول الكهف ووصلت لحد 35، ما عداش عليك في آية رقم 3 ماكثين فيه أبدا، أهي معدودة واتفاقا، صح ولا لأ؟ ما عداش عليك في الآية رقم 20 ولن تفلحوا إذا أبدا، أهو عد عليك. إذا فوجه من عد هذه أن هذه الكلمة عدت من قبل اتفاقا، إذا فالنظير مع النظير يعد. طيب وانتوا يا أسيادنا يا من لم تعدوا هذه الكلمة آية، قالوا لا، لأن الكلام القادم من جملة مقول قول القائل، والكلام في اتصال، إذا عندنا هذا وعندنا ذاك وكلاهما صحيح. يجي بعض أهل الرأي كده من باب الوقف والابتداء يقول لك يا عم وكيف تبدأ بقول منكر البعث والقيامة؟ ينفع؟ قالوا له أهل العلم كلامك ضعيف، أتعرف لماذا؟ قال لماذا؟ قال لأن قول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت ده مش كلامي ولا كلامك، ده حكاية قول القائل لهذا القول، ومن يقرأ القرآن لا يعتقد هذا، ففرق بين ده وبين ده. إذن وضح الأمر أمامك، أردت أن تصل بها ونعمة، أردت أن تأخذ بالسنة وأن تقف على رأس الآية تبعا للرواية فبها ونعمة. بتقرأ برواية أخرى وليست عندك رأس آية والنفس قوي، صل وليس عندك مانع، فليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. ابدأ معايا، وما أظن الساعة قائمة، أدي الجملة عندي كده تمت، أظن وراها المفعولين بتوعها، وتبدأ بقى بإيه؟ بالقسم مع ما بعده، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. يا عم الشيخ ده الكلام على الجنتين، لا بس الرواية هنا منها. إزاي يعني يا عم الشيخ الكلام ده؟ أقول لك أنا إزاي، بس بعدين مش وقت، نكمل الأول. منها منقلبة، وتخلي بالك من الإخفاء والتفخيم، وهذا رأس آية اتفاقا. تبدأ قال له صاحبه وهو يحاوره، ممكن تقف هنا وتبدأ بالاستفهام، وما في قال له صاحبه وهو يحاوره قد مر آنفا، تبدأ بالاستفهام. أكفرت بالذي خلقك من تراب. الوقف هنا طبعا لا يصح العطف ولكن للنفس يجوز. ثم تبدأ ثم من نطفة ثم سواك رجلا. الحمد لله رب العالمين. مضى الوقت سريعا. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، استمعنا إلى التلاوة وإلى الشرح العملي، وحتى نحقق أقصى درجة من إتقان التلاوة سنعرض التلاوة ونرتل الآيات على فضيلة الشيخ خالد، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة الكهف من الآية 34 إلى الآية 37. هنذهب سريعا للحاجة أم شريف. السلام عليكم حاجة أم شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وإياكم. تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. مش قوي كده يا أم شريف، يا أم شريف. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. حاجة أم شريف. نعم. سامع الشيخ، أرجوك اسمعي معاكي. ماشي. المد الطبيعي ما زودوش عن حده، لصاحبه و، لكن لصاحبه و لا ما ينفعش. هم حركتين اتنين بس، لصاحبه و الوسيله الصغرى. حاضر ماشي. عايزه يعني؟ بعد اذنك. لصاحبه وهو. ماشي. وهو يحاوره. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. لسه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كمان مرة. رددت إلى، رددت إلى، رددت إلى، أيوة، ربي لأجدن. نكمل. ولئن رددت، لا 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 لا، ولئن رددت إلى، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. واحدة 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 بالراحة. ولئن رددت إلى ربي، وقفي. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، لأجدن خيرا منها منقلبا، منقلبا. لا، منقلبا، منقلبا. لا يا فندم، القاف مفتوحة. أيوة كده، الله يفتح عليك. منقلبا. أيوة كده. نكمل. العفو يا فندم. نكمل. قال له صاحبه وهو يحاوره. بالراحة. صاحبه، صاحبه وهو يحاوره. بتزودي في المد الطبيعي يا أم شريف. يا أم شريف. نعم. بتزودي في المد الطبيعي قوي. لأ، المد الطبيعي حركتين اتنين بس. ماشي حاضر. قال له صاحبه وهو يحاوره. قال له صاحبه، صاحبه، صاحبه أكفرت. يا أمي. نعم. التشكيل صاحبه، صاحبه. أيوة كده. صاحبه وهو، صاحبه وهو يحاوره أكفرت. صح. تمام، بس نقف عند يحاوره وابدأ. أكفرت بالذي خلقك. وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ربنا يبارك فيك يا أم شريف. تعب تسمعي؟ لا لا مفيش تعب ولا حاجه، بالعكس احنا بنسعد بالتلاوه دي، وربنا يبارك فيكي، ده انت بتاخدي اجرين، انت بتعلمي وبتعلمي غيرك كمان، ربنا يبارك فيك يا رب. شاكرين لحضرتك يا ام شريف، مع انك كنت متعجله شويه لكن ان شاء الله خير. معانا ام مصطفى من الجيزه. حاجه ام مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. جميل يا أم مصطفى، معايا سمعاني؟ حضرتك في كلمة نصلحها مع بعض كده، قوله تعالى ولئن رددت، لما اجي اوصل ولئن باللي بعديها النون لا تنطق، كمان مرة كده اسمعها منك، ولئن رددت، كمان مرة اسمعها، ولئن رددت، ايوه كده الله يفتح عليك. ونبدأ بقى نراعي التفخيم والترقيق، خلقك، الخاء اللام القاف الكاف، الله يفتح عليك يا ام مصطفى. شكر موصول للحاج ام مصطفى. معانا الحاج ام احمد من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاج ام احمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم طيبون. كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير يا رب العالمين. وحضرتك يا أم اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. جميل يا ام احمد، ربنا يبارك فيك. وعايزين نخلي بالنا بقى من رأت يحاوره والنون والطاء في قوله من نطفه، انا عندي النون مضمومه والطاء بعد كده ساكنه. الله يفتح عليك يا ام احمد. شكرا للحاج ام احمد. معانا الحاجه احسان من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا، هو حضرتك بخير يا امتي؟ اتفضلي. ربنا يبارك لنا في حضراتكم يا رب. الله يبارك فيك يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. واحدة واحدة يا حاج إحسان، والنفس، وامشي بالراحة. وكان له ثمر. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. نبين الحركات يا حاج إحسان، ما نختلسهاش. أكثر منك. أكثر منك مالا وأعز نفرا. صح كده يا شيخ خالد؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت. واحدة واحدة، ممكن تقف عند كلمة قائمة عشان نفسك. حاضر. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن. ما ينفعش كده يا حاج إحسان، لأن قائمة ده المفعول التاني بتاع أظن، ولئن ده كلام جديد معنى قسم ومعنى إن شرطية إلى آخره. بنتعلم من حضرتك ربنا يبارك فيكي. فأنت مش معتقدة الكلام ده، ده كلامه هو مش كلامك أنت، فأنت غصب عنك مضطرة ونفسك، فمش عايزين نلخبط الجمل ببعض ونلخبط المفعول وندخله مع القسم وجوابه ودنيا تانية. لا لا لا، وما أظن الساعة قائمة ده كلامه هو مش كلامي أنا، وأنا مش معتقد ده خالص. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يبقى كده الكلام واضح، حتى بتاعه كلام مفهوم، إنه أنكر البعث، وإنه كمان بيزيد في تكبره ويقول ده لو رجعت كمان في آخر بعد البعث كمان لي عند الله عز وجل في الرجوع أشياء وأشياء. لا لا لا، فأخلي بالي من الجمل حتى لا أدخل المعاني في بعضها. ربنا يبارك فيك يا حاج إحسان. تاني كم مرة كده؟ طب يا شيخ خالد ابدأ. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. شفتي جيت على نفسك، كلت غنى وتركت أحكام. ينفع كده الكلام؟ يعني لو قلتي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، إيه اللي هيمنع؟ ربنا يبارك فيك. شاكرين للحاجة إحسان. معانا من المغرب الشقيق الحاجة نادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة نادية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أمي الكريمة. جزاكم الله كل خير. كل عام وأنتم طيبون. جزاكم الله. حضرتك بتقرأي دائما برواية ورش، هتقرأي برضو تقرأي برواية ورش اليوم أيضا إن شاء الله. طب اتفضلي عرض التلاوة على الشيخ، اتفضلي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. المد ناقص. المد جائز منفصل. المد المنفصل أنا أكثر. نعم. مش بتقرأي برضه الورش عن نافع؟ نعم. والمد المنفصل عنده كام؟ 4 ولا 6؟ 6. طيب دول 6. نعم. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب تاني كم مرة أكفرت؟ نعم تاني كم مرة أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أخلي بالي من التفخيم والترقيق في خلقك وكلمة تراب التاء ترقق الراء تفخم أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أحسنت ربنا يبارك فيك وخلي بالك من المد المنفصل المتصل كله ستة عند ورش ربنا يبارك فيكي الله يفتح لك يا حاجة نادية شاكرين للحاجة نادية وبعتذر للحاجة زينب من الشرقية وإن شاء الله هتتصلي غدا يا حاجة وإن شاء الله نستقبل اتصالك أعزائي المشاهدين هكذا هو الوقت مع القرآن يمضي سريعا ومع حضراتكم أيضا يمضي سريعا أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف شكرا لكم أيها الإخوة والأحباب أهل القرآن وفي لقاء الغد نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين